حلقة فضيلة الشيخ أشرف الفيل اللي ما كانش عايز يجي لولا بقى الحاجة ربنا يديها الصحة ويبارك لها، وعايزين كل الناس تدعي لها، والدة فضيلة الشيخ أشرف الفيل في المستشفى وخلاص، وهو قال لي مش هاجي أنا تعبان إلا هي، ربنا يعني يرجعها لنا بألف سلام. لولا الحاجة دي ما كانش الشيخ أشرف ده ظهر معايا خالص. هي اللي ورا، لا تطلع مع دعاء فخلاص أوامر. فأنا حبيبتي ربنا يشفيك ويعافيك وترجعي لنا بألف سلامة ويطمننا عليها يا رب وعلى كل أمهاتنا يا رب. إحنا بنكمل الملف اللي فتحناه بقالنا فترة، ملف الأسئلة في القرآن الكريم. هي ملف ممتع جدا، كل الأسئلة التي جاءت في القرآن الكريم أو صيغة كلمة الأسئلة أو السؤال أو اسألوا أو لا أسألكم عليه من أجر أو كل هذه المواطن اللي جاءت في القرآن الكريم يعني هنتعمق فيها ونفهمها ونسمع شرحها من فضيلة الشيخ. في سورة يوسف، وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. السورة دي غريبة جدا، أنا أو الآية دي يعني أقصد، أو أنا مستغربة فكرة إن هم إن ربنا سبحانه وتعالى وصفهم إنه إن ربي بكيدهن عليم. فين الكيد هنا وهم بيقطعوا ايديهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. هنا القضية التي حدثت مع سيدنا يوسف مختصرة أن يعني امرأة العزيز كانت تراود يوسف عليه السلام عن نفسه، فلما حدث ذلك وحصل وأن هم شافوا والكلام ده والموضوع اتفضح واتعرف وكذا، وربنا بقى بيقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. الكلام ده اللي هو مما هو معلوم انه عيب كبير قوي، يعني ان امرأة العزيز وبعدين تراود، جملة تراود فتاها عن نفسه هي دي اللي فيها العيوب كلها، لان الاصل ان تكون المرأة يعني مرغوبة وليست راغبة، يعني الاصل مش الست هي اللي تجري خلف الرجل او كذا، لا ده الاصل ان الرجل هو اللي بيجري ورا الست، ده الطبيعي. فلما يحصل الكلام ده كله يقول هو سيدنا يوسف هي راودتني عن نفسي، فهم قالوا الكلام ده ازاي بقى تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا ان انا راها في ضلال مبين. فالحقيقة الست مكرت مكرة غريبة قوي من نوعها، جمعت الستات كلها اللي هم سيدات المدينة كلهم بقى بتاع أعلى مستوى، المستوى الاجتماعي العالي اللي قاعدين مع مرات الملك، فراحت جمعهم كلهم وبعدين قالت لسيدنا يوسف اخرج عليهم، ادت كل واحدة طبعا القصة المعروفة سكينة وادتها قطعة الفاكهة وبتاع، فكل واحدة لما شافوا سيدنا يوسف من جماله ومن شدة جمال يوسف عليه السلام نسيوا خالص ايه اللي بيحصل، لدرجة ان كل واحدة قطعت ايديها، يعني السكينة جت على ايديها لم تستشعر هذا التقطيع من كتر الذهول بتاع المنظر او الشكل بتاع سيدنا يوسف. فقالت لهم ذلك الذي لمتنني فيه، دولك اللي انتوا لمتنني فيه، وخليكوا عارفين بقى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليكونن من الصاغرين. هنا الموقف ده كيد، وربنا قال ان ربي بكيدهن عليم، لان الستات برضو لما قالوا امرأة العزيز تراوده فتاها عن نفسه هم برضو كانوا عايزين يشوفوا سيدنا يوسف، كانوا عايزين يشوفوا القصة، عايزين يتطلعوا على القصة، يعني ايه اللي حصل وهو مين ده الشخص الرهيب قوي اللي يخلي امرأة العزيز تعمل كذا و و و والكلام ده كله. فربنا قال بقى في النص بقى في الاخر قال ان ربي بكيدهن عليم، يعني ربنا عارف كيد النساء هذا اللي حصل منهم وبين بعضهم. الفكرة هنا في مسألة كيد النساء، النساء طبعا لا شك ان هم يعني قد يكون اكثر ذكاء من اي احد اخر، يعني نسبة الذكاء عند المرأة يكون، هل الكيد هنا بمعنى الذكاء ولا الكيد بمعنى الشيء السيء؟ يعني ما هو الكيد لا لا مش المكر، الكيد هنا اللي بيتكلم فيه الكيد اللي هو طريقة التصرف الذي حدث للوصول الى هدف، ده اسمه كيد، يعني وعايز عايزه توصل الى يعني عايزه توصل لهدف معين او عايزه توصل لحاجه معينه، فبتبدا تتخذ بعض الامور او بعض الاسباب اللي توصلها القصه دي، فتوصل ازاي؟ يعني مثال انت مثلا لو انت عايز تعرفي معلومه عن بنتك او عن ابنك او عن كذا، طريقه اخذ المعلومه
تحتاج الى كيد، يعني تحتاج الى فكر انك انت لازم تكوني اذكى منه. ما انت لو مش اذكى منه مش هتعرف توصل لحاجه، ولو مش اذكى من بنتك مش هتعرف توصل لها من حاجه. ومش هينفع نقول ان البنت او الابن اذكى من ابوه او اذكى من امه، يعني اكيد الاكبر هو اكثر ذكاء في هذه المساله. فاحنا بنحتال زي الحيله، بنحتال حيله لان تصل الى المعلومه، انك تظهر له ان انت هاديه خالص ودي مش طبيعتك مثلا، فتقولي له ازيك عامل ايه يا حبيبي عملت ايه، اه طب وبعدين رحت فين، كان انت الموضوع عادي لغايه لما تسحبي منه كل المعلومات وبعدين يبدا يجي العقاب. فهنا ده بيسمى الكيد بقى، هذا هو تعريفه بالبساطه يعني، هذا يسمى الكيد. فهم فضلوا يعملوا كده لغايه لما وصلوا سيدنا يوسف وشافوا سيدنا يوسف وحصل كده وحصل، فقال له طيب ارجع الى ربك اللي هو الملك يعني، فاساله ما بال النسوه. اساله هنا السؤال هنا بمعنى الاستفسار، استفسر منه عن الخبر ده، قل له ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. اساله بقى قل له ايه رايك النسوه دولك عملوا ايه والقصه عملت ايه، لان القصه كانت مشهوره ومعروفه طبعا في المدينه انذاك.